بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد من سلسلة الهجرة إلى كندا. أسهل برنامج للهجرة إلى كندا بالنسبة للعمال والمزارعين. اليوم سأشرح لكم برنامجا جديدا طرحته الحكومة الكندية للعمال والمزارعين، وهو الـ Agri Food Immigration Pilot. وقبل أن نبدأ في الشرح، طبعا لا تنسى الضغط على زر لايك وأن تعمل شير للفيديو لكي يصل لعدد كبير من الناس ويستفيدوا منه. هذا برنامج للناس التي تعمل في مجال المزارع والزراعة بشكل عام، وللناس التي تعمل في الصناعات الغذائية لتغطية النقص الحاصل فيهم. هذا البرنامج طبعا يعطيك الإقامة الدائمة ومن بعد الحصول على الجنسية الكندية بسهولة. وقد بدأ هذا البرنامج منذ شهر ماي 2020 ويستمر إلى غاية ماي 2023. طيب، ما هي الشروط الواجب توفرها وما هي الأوراق المطلوبة منك وكيف تقدم طلبك في هذا البرنامج؟ لكي تعرف كل هذه المعلومات تابع هذا الفيديو. ما هي شروط هذا البرنامج؟ هم عبارة عن 5 شروط أساسية. أول شرط هو مهنتك التي تعمل بها في بلدك تكون من ضمن الوظائف المطلوبة. طيب، ما هي الوظائف المطلوبة لهذا البرنامج؟ حسب موقع وزارة الهجرة الكندية طبعا، هذه الوظائف مقسمة على 3 مجموعات. المجموعة الأولى هي الوظائف الخاصة باللحوم، يعني الجزارين واللحامين ومشرفي المزارع وعمال لمصانع اللحوم ومنتجاتها بمختلف أنواعها. المجموعة الثانية هي الوظائف الخاصة بالبيوت الزجاجية والمشاتل والزهور الخاصة بالزينة أو الزهور العطرية. هنا المهن مشرفي المزارع ومزارعين وعمال مزارع ومزارعين لحصاد المحاصيل. المجموعة الثالثة هي المزارع المختصة بتربية الحيوانات مثل الأبقار، الدواجن، الأغنام، الجواميس، مزارع إنتاج البيض وغيره. وهم طبعا محتاجين هنا إلى مشرفي مزارع وعمال. الشرط الثاني هو خبرة العمل، على الأقل خبرة عمل بسنة في أي وظيفة من الوظائف التي ذكرناها بدوام كامل في آخر 3 سنوات. الشرط الثالث هو شرط اللغة. هنا يطلبون أن يكون معك لغة بسيطة جدا، يعني درجات امتحان الآيلتس مثلا مطلوب منك 4 درجات في الكتابة، النطق 4 درجات، الاستماع 4.5، القراءة 3.5، يعني مستوى بسيط جدا في اللغة الإنجليزية، يدوب تتكلم وتقرأ يعني اللغة. الشرط الرابع هو شرط التعليم. هنا يشترطون على الأقل توفر شهادة الثانوية العامة البكالوريا أو شهادة صناعي أو في التجارة. ولو لم تكن معك شهادة الثانوية العامة، لازم تكون معك سنة دبلوم في أي مجال من المجالات التي ذكرناها في أول الفيديو. لو أنت عندك شهادة هذه، يعني شهادة الثانوية العامة أو غيره من كندا، فلن تحتاج إلى تقييمها. لكن إن كنت متحصل على الشهادة من خارج كندا من إحدى الدول العربية مثلا، لازم تعمل تقييم للشهادة عن طريق منظمة واس. الرابط طبعا ستجدونه في وصف الفيديو. صلاحية التقييم 5 سنوات لكي تقدم على هذا البرنامج بكل سهولة وأريحية. الشرط الخامس هو توفر عرض عمل من داخل كندا في أي وظيفة ذكرناها في أول الفيديو. في وصف الفيديو سأترك لكم مواقع البحث عن العمل الموثوق بها لكي تبحث عن عقد عمل وتتواصل مع المؤسسات لضمان عقد عمل يخول لك التقديم على هذا البرنامج. طبعا البرنامج يخلي المترشح معفي من الإدلاء وإعطاء كشف حساب بنكي، يعني لا يوجد كشف حساب بنكي لهذا البرنامج.
كيف تقدم على هذا البرنامج؟ عند طبعا توفير وتحضير كل الشروط التي ذكرناها سوف تدخل على موقع وزارة الهجرة الكندية، وسأترك لكم طبعا الرابط في وصف البرنامج وكيفية التقديم وكل المعلومات الواجب معرفتها في الموقع الرسمي طبعا لوزارة الهجرة. وتعبئ استمارة البرنامج طبعا بكل المعلومات الضرورية بالكامل، وتقوم بتباعته بالإضافة إلى استمارات تملأها مع صاحب عرض العمل الذي سيقوم بتشغيلك في كندا. كل واحد طبعا له استمارات خاصة به يقوم بتباعتها، وصاحب العرض سيطبع الاستمارات الخاصة به ويرسلها لك لتكملتها. بعد هذه المراحل ستتواصل معك السفارة الكندية في بلدك من أجل البصمة الإلكترونية وصورتك، ويطلبون منك إكمال بعض الوثائق الضرورية الأخرى الناقصة، ويطلبون منك طبعا عمل انترفيو ومقابلة إن لزم الأمر عن بعد. طبعا الخطوة التالية هي دفع الرسوم، وستجدون طبعا في وصف الفيديو جميع المصاريف والرابط الرسمي للبرنامج حسب وزارة الهجرة، تجدون فيه كامل المعطيات من الألف إلى الياء. طبعا في حالة قبولك سيتم إشعارك بالإيميل، وعند إكمال يعني طبعا هذا البرنامج وضع حد معين للعدد الذي سيقبله كل سنة من المهن، يعني كل مهنة كم سيقبل عددا منها. ستجدون طبعا في رابط البرنامج كل شيء. في وصف الفيديو طبعا ستجدون جميع الروابط المهمة والمفسرة لهذا البرنامج بجميع الخطوات من الألف إلى الياء. لو عجبك الفيديو طبعا لا تنسى اللايك ومشاركته، ولو كنت جديدا معنا لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا حول الهجرة والدراسة في كندا. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.